مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بفيديو جديد وعرض جديد في منطقة أوبا. الشقة اللي عندنا اليوم هي 3 غرف نوم زائد صالون زائد مطبخ منفصل، مساحة أكثر من 155 متر، تقع في الطابق الأرضي أو طابق الحديقة. هذه الشقة راح تكون مناسبة للكبار بالعمر وذوي الاحتياجات الخاصة، بما أنه لا يوجد أي درج. الشقة جديدة، المجمع جديد كامل الخدمات، على بعد فقط 3 كيلومتر من البحر وعلى بعد 7 أو 8 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. راح نفوت نشوف هذه الشقة. السعر قالتها للبيع العاجل 1,300,000 ليرة تركية، واللي تعادل تقريبا 84,000 يورو. ابقوا يعني في هذا الفيديو، خلينا نشوف الشقة وتفاصيلها، خليكم يعني. وهذا امامكم البناء اللي فيه الشقة. طبعا الشقة موجودة في هذا البلوك، اكو بلوكين، وهنا الخدمات كلها. هاي المنطقة جديدة بالكامل في اوبا. هنا عندنا الميغروس اذا نشوف، وشارع تشفريول او الشارع السريع مال ألانيا على بعد فقط 800 متر من هنا، البحر على بعد 3 كيلومتر. هذه منطقة أوبا اكيد. الشقة مالتنا اللي راح نشوفها هنا، طبعا هذه امامنا مثل ما نشوف، وهنا خدمات المصباح والبناء. البناء جديد صفر، والمدخل مال البناء راح يكون من هذه الجهة امامنا. وهنا ايضا اكو مكان لبارك السيارات، اكو بارك داخلي، وهنا ايضا مسوين بارك خارجي. مثل ما نشوف امامنا طبعا هذا هو المسبح. احنا الشقة مالتنا هذيك، هاي الشقة مالتنا، تقدرون هذه تغلفوها اذا تحبون. منك المدخل مال البناء، نطلع ندخل بالمدخل الثاني اللي هو فيه باقي الخدمات، اللي هو فيها مثل ما نشوف امامنا هسه الساونا، كذلك الفتنس. شوف امامكم هذا امامنا المدخل مال البناء. طبعا هنا اكو جراج سيارات، مباشره هنا توقف السياره، والمدخل ايضا مباشره بدون الدرج. عندنا من هنا باب طلعنا على الخدمات، المسبح وباقي الامور. والشقه مالتنا تقع هنا، طبعا هنا عندنا مصعد، ما نحتاج المصعد، شقه طابق واحد. مثل ما نشوف امامنا تفاصيل الشقه، هنا عندنا صالون، هنا عندنا مطبخ منفصل، هنا عندنا غرفة نوم رئيسية مع حمام، هنا عندنا غرفة نوم أولى وغرفة نوم ثانية وحمام رئيسي. هنا 3+1 مطبخ منفصل، مساحة 155 متر. مثل ما نشوف الفينيشنج مالتها كلش حلو. طبعا هنا على اليسار نشوف غرفة النوم الرئيسية، هذه مساحتها غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا حمام خاص بغرفة النوم، وهذه غرفة النوم، والفينيشنج مالتها حلو، الأرضية حلوة. طبعا هنا عندنا المطبخ، هذا هو المطبخ واللي هو منفصل مثل ما نشوف، وايضا عندنا باب تاخذنا على الحديقه. هسه راح نطلع نشوفها، لكن بالبدايه اشوفكم باقي الشقه. عندنا هنا الصالون واللي يعتبر كبير مثل ما نشوف امامنا، وفينيشنج حلو فيه. هنا ايضا عندنا باب من الصالون تاخذنا على الحديقه او التيراس. هنا اطلاله بي على المسبح، وهنا طبعا عندنا غرفه نوم ثانيه، غرفه نوم اطفال صغيره مثل ما نشوف. شقه صفر، البناء كله صفر. هنا عندنا الحمام الرئيسي، فيها حمامين، الحمام الرئيسي وحمام في غرفة النوم الماستر روم. هنا شاور، تواليت، وأيضا مغسلة ومكان للغسالة. وهنا عندنا غرفة نوم إضافية أيضا مثل ما نشوف أمامنا. وأهم شيء فيها نقدر نشوفه هو الحديقة إذا نطلع للخارج من هذه الجهة. راح نشوف هنا مكان مثل ما نشوف امامنا. هذا من هنا المدخل مال البناء اللي طلعنا على الخدمات، وهذه هي المساحة مالتها مثل ما نشوف امامنا. وايضا اكو باب على المسبح.